في قناه الكيب ستيشن واحده من الدكتور امين عشان هو عامل جروب فهي تكنيك سريعه لنيو تكنيك او يعني ري انوفيشن اوف تكنيك فيكسيشن اوف بوكس فراكشر او فراكشر اوف ذا نيك اوف ذا ميتاكاربال. هو بس البوكس فراكشر مينلي بيتقال على الفيس لكن هو بيتقال يعني كومن لكل الناس ويتمس نومر لان ان بروفيشنال بوكسنج تقريبا الفراكشر ده ما بيحصلش ابدا عشان هو غالبا بيحصل من واحد ما بيعرفش يضرب بوكس كويس فيهيت سوليد جراوند بصباعه بالايدج اوف هيز فيست فيتكسر لكن ان بروفيشنال بوكسنج ده تقريبا مش موجود. دايما بيبقى في عندنا ديفورميتي ان فورم اوف تلت ودورسال وذا ايبكس دورسال عشان الكوميونيوشن بولر كوميونيوشن اللي بيحصل وعشان كل الماسل فول والليجمنت والتندس كلها بتبقى بولر الاكس على الموشن فالهيد اوف ذا ميتاكاربال تند تو تلت بولر. المانجمنت كان كتير عندها ريت اوف اكسبتنس عالي قوي لغايه 30 او 40 درجه وما انجريشن ما يعملش ديفورم ما يعملش فانكشن ديسابيليتي لكن الديفورمتي او الشيء بتاع الهاند بيضايق العيان وبيتصب ساعات كتير قوي انه مش عايز يحصل ان يوتي معوجة او ان يبقاش عنده الكورت ناكل ان وان رو بحب دايما الناس بتبقى متضايقه قوي ان في واحد فيهم معوج او باص تحت او في ديفورمتي موجوده فوقيه. المانجمنت بيتراوح ما بين وايرز كلوز ادكشن وايرز ما بين بليك وجراف ما بين ان احنا نيوز الفورك متكاربل على انه كفكسيتر او كيدي ستابيليتي للهيد اللي جنبه بايمج جايدد بينز فروم وان سايد تو اذر. التكنيك اللي الدكتور شريف بيوصله النهارده حاجه اسمها البوكيه اوستيوكنسيسس انه عن طريق اليوسج اوف 3 انتر مودلر 2 اور 3 انتر مودلر يوارز نعمل سام سورت اوف 3 بوينت فيكسيشن على الفراكشر زي نانسي نيل كده في التيمر بايمج انتنسيفاير. هي التابلانت بتاعتها انه الانتري او الاوبريشن كلها في حته بعيده خالص عن الفراكشر. الانتري بيكون من البيز بتاع الفيكس متكاربل من الادنر اسبكت حته بعيده خالص عن الجوينت سيرفيس وعن الليجمنت الموجوده والاول بيبتدي بكلوز ريدكشن اندر ايمج انتنسيفاير بعديها بيعمل الانتري دريل الانتري بتاعنا نبري بند الوايرز الاول لازم نعمل فيهم كيرف صغير ونعمل لهم اهات زي الهوك ستيك كده ويبتدي يتحط واحد او اثنين وبعدين تتشك الموشن السريع بتاع الفراكشر اندر الايمج مع الموفمنت بتاعت الليتل فينجر هل في يعني موفمنت بتاعها على الفراكشر ولا لا. ده اكزامبل فراكشر برضه بوكس فراكشر دي اميديا بوست اوبر باينه خالص ريدكشن والوايرين محطوطين وايرين موجودين. بعد 2 ويكس ابتدى يحصل الفراكشر يخف تقل شويه بعد 3 ويكس وايفن تقريبا بعد 4 ويكس كومبليتلي ماتس. البوكيه اوف كيوزنسيس ده ده فيري ايزي اند شورت تكنيك وهو ريلايبل كوست افكتيف تو وايرز. هو بس كان في حاجه بسيطه ان هو موصوف زي ما الدكتور فؤاد اتكلم على الوايرز لما بيتكلم على الكولم سكروز ان الكواليتي اوف وايرز اللي احنا بنستعملها غير الكواليتي اوف وايرز اللي موصوفه في التكنيك. يعني الواير الرفيع فعلا ده ضعيف قوي فكتير لازم الواير اللي بنستعمله في البوكيه اوف كيوزنسيس ده يكون يعني واير كويس ديسنت يعني حاجه منطقه طبيه يعني الواير اللي هو 15 جنيه مش اللي هو هولي هولي عشان اكشلي انه بيفرقوا جدا تلاقي ان انت عامل التكنيك صح لكن في الفول اب الوايرز الثالث من عند الفراكشر يعني الحته اللي فيها فراكشر بقى الواير عنده اثنين بند بند تطليه وبند جديده اتخلقت على الفراكشر نظرا انه الالوي نفسها هي مش الوي ولا حاجه لكن يعني معدن يعني ايه الالوي عارف جدا تلك المواعيد فباظت. هو بيسمح بايري رينج موشن مفيش ستيفنس بيحصل ولا حاجه وكتير قوي عيانين مش مهتمين يشيلوا الواير زي المين لانه مفيش جاب عند الفراكشر والحته دي فيها سوفت تيشو كتير تسمح بان الواير يبقى مستخبي فيها ومش مضايق خالص. هو البوست اوبرت ما فيش اي فيكسيشن يعني؟ لا خالص. لو من العين مش عايز تشيله يتشال هو بقى هي هو مش طالع مقفول عليه جلد. لا مش جوه لا لا التيب التيب اللي بقى البكتيريا ده عشان بس بتاع لكن قصدي هنا التيب دي جوه الجلد لكن بره عادي بره هو لازم في حته بتاعت التيب عشان ما توصلش تتشال عشان ما ينفعش بس جوه بعد ما نعملها كده عاملين فراكشر دي عشان انت بتقص الواير لا عشان يبقى لا ما ينفعش تقص عشان لو العين عايز يشيله بس قصدي في عين ما بيشيلوش لو تحت الجلد حضرتك لا يمكن حضرتك كده هو حضرتك الانتري اهو بيبقى فروم بولر المر الحته دي الثلاثة دي اللي خارجين 2 مللي خارجين من العظمه يعني هو انا بس كنت بشيلهم لكن اصلا في عينين كتير ما بتطلبش تشيلهم والريكورد ده في التيتشر يعني طبعا بنحب نشيلهم برضه عمليه ثانيه حضرتك يا ريكورد هو ايه حضرتك بشيله اصلا بلوكال مش لكن بيبقى سهل انه لا بلوكال ولا حاجه ولا بلوكال حاجه ايزي ريتريف غير لوكال خد كمان الدكتور
معلش خلاص ما بقى الدكتور شريف حد يعمل له حاجه.